شو عم يصير باسعار الادويه وليش ما عم يستقر سعر الدواء بالسوق؟ المستودعات عم تحتكر او حتى المعامل عم تبيع على المستودعات باسعار اغلى. صيدليه لصيدليه عم يفرق السعر، وحده 20 وحده 25 وحده 30، هي عم تبيعه ب 25 وصيدليه ثانيه تبيعه ب 45. كنجيبه اقصى حد ب 1000، انكترت 1500. من يومين اشتريت البخاخ 5800 ورقة. بينفرض عليكي أو بينعرض عليكي بسوق سودا، صار في شيء اسمه سوق سودا بالدواء، تنعرض عليكي بسعر غالي وأنت بتضطري إذا بدك تجيبيها. شو عم يصير؟ السبت 25 دقيقة مساءً.